بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي لي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب المصري بخير وبامن وبسلام. تحياتي طبعا للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مرهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن علي ابو الرحمن. كل سنه وحضرتك كابتن. كل سنه طيب. خلينا نتكلم قبل ما نتكلم ونقدم طاقم التحكيم كابتن ايمن، بنتكلم في المباراه صعبه ولا سهله. لما نيجي نقول احنا كمقيمين المباراه صعبه نتيجه الاحداث او الحالات التحكيميه كابتن علاء اللي داخل الصندوق، دي اختبارات كانت موجوده النهارده لحكم المباراه وكانت موجوده ايضا لحكم الفار اللي كان موجود على تقنيه الفار. يبقى نمره واحد المباراه صعبه تحكيميه نتيجه الاحداث داخل الصندوق، احنا ده تقييمها. تفرق كتير جدا المباراه بتمر مفيش اي حدث جوه، مفيش اختبار جوه، لكن النهارده كان في اختبارات هنا وكان في اختبارات هنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم على النادي الاهلي على سلم الترتيب، مباراه صعبه طبعا وتفرق معاه كتير جدا جدا، وبالتالي بتدي درجه صعوبه لطاقم التحكيم. الحاجه الثالثه نتيجه المباراه 1-0 لحد دقيقه 86، دي برضك بتبقى في صعوبه على الحكم كابتن ايمن وعلى طاقم التحكيم بالكامل، لان النتيجه مش مريحه. اذا هنا المباراه بنقول صعبه تحكيميا، خلينا نروح لطاقم التحكيم ونقول الحالات التحكيميه النهارده اللي كانت موجوده معانا. طاقم التحكيم النهارده كان موجود عبد الله السيد، حكم من منطقه الجيزه، حكم من الحكام الصاعدين الواعدين، الشباب لسه يمكن بقى له فتره حكمش النادي الاهلي ولكن النهارده كان بيأدي بشكل جيد. معانا ايضا المتميز دايما احمد حسام طه الحكم الدولي، والحكم المساعد الثاني تامر رشاد، والحكم الرابع صالح سلامه من منطقه الدهليه. على الفار كان النهارده الدولي ابراهيم نور الدين، اعتقد النهارده ابراهيم كان موجود وتميز على الفار مع صبري ابراهيم من منطقه القاهره. قبل ما نروح للحالات بنتكلم في ظاهره المباراه. الحكم مش بس كابتن ايمن، كابتن علاء، كابتن عادل، هصفر على المخالفات. المخالفات بتبقى ملتصقه تماما بالعقوبات. النهارده الاتحاد الدولي واللجنه الحكام المصريه بتدي الحكم شريط، تديله الماتيريال، ذاكر حالات التحكيم الاخطاء وسوء السلوك، بتقول لك امتى تدي البطاقه وامتى ما تديش البطاقه. الموضوع النهارده ما بقاش اختيار يا كابتن شريف، النهارده تبقى انت قاعد كحكم بتشتغل على نفسك، لان في كونسيدريشن، في اعتبارات. انا هذه الاعتبارات اللي انا بشتغل بيها او بتبقى مفتاح القرار بالنسبه لي، سواء في احتساب المخالفه او في العقوبه الانضباطيه. عندنا النهارده اكتر من حاله حقيقه طبعا موجوده تستحق البطاقه. هذه الحالات انا بقول ان اي حكم لو ما ذاكرش النهارده ما اشتغلش على نفسه اكيد في حاجات كتيره هتفوته في المباراه. ما تقوليش الاخطاء اللي هي الانذار يا كابتن علاء ما بتاثرش، لا تؤثر في نتيجه المباراه، لان اللاعب النهارده عنده انذار ثم في لعبه ثانيه خد الانذار. صح. بات مشكله. مظبوط. هنروح للحالات وهنبرهن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في الحالات اللي جايه. نروح للحاله الاولى. هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا ودايما بنقولها للحكم. صب. ارجع تاني. كابتن احنا قلنا دايما بقول للحكم، دايما بقول له من فضلك لما تبقى الكرة فوق وفي اتنين لعيبه طالعين خلي بالك من الدراع. مظبوط. لان احيانا انا بطلع احمي نفسي اوكي، بس ما ينفعش ان انا امد دراعي سواء ان انا بفرده. صح. في وش اللاعب او استخدم الكوع في الوش. دي حاله من الحالات المهمه جدا لما نشوف هنا المخالفه، هنا الذراع مفروضه. هنا بنقول هنا في مخالفه، في مخالفه، في بطاقه طبقا للمعايير مفيش فيها هزار طبعا، هنا في بطاقه الصفر. كابتن شريف انا معاك تماما، ده اللي احنا بنقوله للحكام دايما، ما تبصش على اللعبه وخلاص، لا بص تفاصيلها. هذه حاله تستوجب البطاقه الصفراء. يمكن هنا الدراع انت بتطلع تحمي، بس انت وانت طالع فوق استخدمت الذراع في الوجه وبالتالي هنا بطاقه صفراء. صح. لم تشهر. في دور الفار هنا يا كابتن، احنا قلنا الفار في البطاقات الحرة بس، عشان كده بنقول ايه، انت كحكم اشتغل على نفسك في ازاي انك انت تبقى عندك القدره على احتساب المخالفه وعقوبه الانذار. بس عايز اقول لحضرتك حاجه النهارده، معلش يا كابتن، شفناها في ماتش منتخب مصر مع منتخب اسبانيا الاولمبي. الفار جاب الحكم او كلمه يعني وجاب الحكم بره على صوره زي دي شبهها شويه، كانت لطاهر محمد طه. تمام. والراجل راح شاف بره ورجع ادى انذار. ممتاز يا كابتن. احنا قلنا القرار الاول يا كابتن علاء والاخير كابتن عادل هو لحكم المباراه. هو هنا الفار شاف يا كابتن اسامه ان هذه المخالفه تستحق كارت احمر، احتماليه بطاقه حمراء. انا كفار هي دي وظيفتي. لما انا بشوف من وجهه نظري كفار ان هذه المخالفه تستحق الحمراء،
بكلم الحكم في الكومنيكيشن بقول له ايه هذه المخالفه احتماليه بطاقه حمراء من فضلك تيجي تشوف. هو بيقول له تعالى شوف ليه، لان هو لما بيشوف في الملعب غير لما بيشوف في الشاشه التفاصيل بالظبط. أيوة. وبالتالي بنقول ان هو لما جه شاف، هو القرار بيرجع تاني كابتن اسامه للحكم مباراه، هو شاف ان هي لا ترتقي للحمراء كابتن علاء وقال ان دي اقصى درجات الطهاره، وبالتالي هنا اشهر البطاقه الصفراء. هنروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات مهمه جدا جدا، يمكن الكل هنا وقف وقال لي احتماليه هنا يكون في هافن. انا هنا قفشه مع الكوره كابتن ايمن، ولكن انا كمدافع عندي مساحه ان انا اتنافس، فبلف. لما بلف عشان خاطر اروح للكوره، فنقطه التقاء هنا تيجي هنا نقطه التقاء، احنا الاثنين بنروح في نقطه التقاء واحده، وبالتالي هنا بيحصل ايه؟ خلي بالك لازم أن تبقى انت حاطط في دماغك كابتن علاء حاجه مهمه جدا، اللي هي الكتله الجسمانيه بتفرق من لاعب للاعب. لما اكون انا لاعب كابتن شريف ها وبلف، فبيحصل ايه اللي تنافس، والتنافس انا شايف ان هنا تنافس عادل، لا توجد مخالفه، وهنا قرار الحكم وقرار الفار كان قرار صحيح. نمر ونروح للعبه اللي بعد كده. حاله من الحالات مهمه جدا جدا، احنا قلنا القراءه والتوقع وقراءه اللعب مهمه جدا جدا جدا. ستوب. زي ما قلنا التوقع، زي ما حضرتك بتتكلم النهارده وانا كنت مستمتع جدا بالتحليل بتاع حضراتكم، ازاي اللاعب يتوقع ويروح في المكان، وازاي اللاعب اللي هو بيعمل باص جميل، انا كحكم لازم يبقى عندي الشغل دوت، ابقى اتوقع هذا اللاعب النهارده هو اللاعب عنده فرص تمرير. ده انت رحت في افضل فرصه في وشه، في وشه. مش افضل، ده الوحيد على فكره، ده الحاجه الوحيده، ده دوت المتنفس الوحيد اللي هيبص فيها على المره. لا هرجع تاني كده تاني، معلش من فضلك، لان دي مهمه جدا وبنقولها لكل حكامنا مش بس لعب عزيز. بنقول لك نقف 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 نقف، وهقول لك الحلول ايه. ناشي. نمشي. هتمشي حضرتك ماشي، فكر انه هيرجع. نمشي من فضلك لو سمحت، هنمشي. تمام تمام تمام. ستوب. بس خليك بس واقف هنا. الكلام مش لعب عزيز كابتن ايمن، كلام لكل حكامنا، لان ده مهم جدا جدا انك انت النهارده ممكن بالتمركز الخاطئ تضيع فرصه على الفريق. على فكره كابتن كان هنا، كان هنا هو لو قاري اللعبه دي كويس وقاري ان علي معلول ما فيش قدامه غير اللعبه دي، كان خطوتين للجنب بس كده. شفت كابتن انت قلت ايمن، انا نزلت مع الحكام في الملعب كتير كتير كابتن علاء، وخلي بالك تدريب في الملعب ده اهم من المحاضرات في النظري. مظبوط. نزلت مع حكام وقلنا اشتغلنا كتير جدا على التحرك والتمركز، وزي ما كابتن ايمن قال لك ايه، عندك امكانيه تخرج يا يمين خطوتين يا شمال خطوتين. بالظبط. خلي بالك ودي بتبقى قراءه، بقول بتحصل مع الحكام كتير، ولكن لا يجب عليك كحكم النهارده انت بتشتغل على نفسك، بتطور من ادائك في التوقع وفي التحرك وفي التمركز. مظبوط. نشوف هنا الكره تصطدم بالحكم، وهنا بيعمل طبعا الاسقاط، وبالتالي طبقا للقانون عمل اسقاط للاعب النادي الاهلي. بقول له عبد، يعني خلي بالك من الالعاب دي مهمه جدا، لان النهارده هي خارج الصندوق، ممكن المره الجايه تبقى كمان يا كابتن ناصر من عليها. نعم. ما هو لما تكون خطا انت اخطات وواقف، سهل على نفسك نط وسيب الكوره. حاجات كتيره، واحنا ادينا حلول، يعني ادينا حلول للحكم. انت يعني زي ما كابتن ايمن اخرج يمين، صح. اخرج شمال، او نط ما تقفش لفوق. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن كابتن اسامه دي يبقى داخل الصندوق. طب هتعمل ايه؟ يعني داخل الصندوق الباص رايح للاعب لايمن مثلا شوقي او لعلي برحمان، هيعمل مره واحده جون، هتعمل ايه؟ هتوقف، هتعمل اسقاط. نروح للحاله اللي بعد كده. نشوف الحاله اللي جايه، وحالة من الحالات المهمة، تسلل عند المساعد رقم واحد المتميز دايما هو أحمد حسام طه. شوف هنا كابتن أيمن، شوف درجة الدقة للمساعد أحمد حسام النهارده، كان متميز جدا، عنده لعبتين مهمين جدا جدا، دي يمكن أول لعبة عند أحمد. بقول له مبروك على هذه المباراة الجيدة، وهنا بنشوف هنا هو سمح باستمرار اللعب، ثم رجع تاني طبق البروتوكول، عمل دليل للقرار ورجع احتسب المخالفة. يلا خلينا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه برضك، الناس بتروح للشكل، من فضلك ما تروحش للشكل قوي وتقول يا ايه ده؟ ايه ده الراجل وقع ازاي والشكل الجميل الحلو ده؟ لا 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 لا، ما اخش بالشكل يا كابتن شريف. ايوه. ولكن انا هروح حاجه مهمه جدا جدا. هو انا النهارده رجلي ثابته ولا مش ثابته؟ ادي واحد. ايوه. رجلي ثابته على الارض. نمره اثنين، هروح تاني هنا. ستوب. ستوب. هرجع تاني. هرجع تاني. صب بس بس كابتن، هنا الدفع في الظهر، استوليه هنا دفع في الظهر، عمل مخالفه هنا
في ظهر اللاعب ولا في الكتف؟ كتف فقط. اه قويه مظبوط، شكلها حلو قوي قوي، واي حكم يتخض، ولكن انا النهارده الكتف في الكتف، صح، الرجل على الارض، ما طلعتش ايديا يا كابتن ايمن وراحت عامله المخالفه. شايف ان هنا قرار عبد العزيز السيد قرار صحيح، ما فيش مخالفه، وقرار ابراهيم نويل كان رائع جدا 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 ان هو يخلي اللعبه تتوصل. نروح للحاله اللي بعد كده، شوف هنا حاله برضك من الحالات المهمه جدا جدا. احنا قلنا دايما نهتم بالتفاصيل يا جماعه، لابد ان احنا نهتم بالتفاصيل. نشوف اللعبه ديت، هل هنا في مخالفه لمس الكره بالايد ولا لا؟ نشوف، شوف الايد هنا، الايد هنا مضمومه ولا مفتوحه كابتن، اللي هي البوينت اوف كونتاكت مفتوحه. الايد مفتوحه، وقلنا الايد لما تبقى مفتوحه من فضلك، دي اسهل قرار بتاخده، بتحسب مخالفه كانت على حدود منطقه الجزاء. هنا الايد بتصطدم بيد اللاعب المدافع، وهنا الحكم خلى اللعب تواصل، هنا مخالفه لم تحتسب نتيجه مخالفه لمس الكره. هو ما حسبش اصلا المخالفه كابتن شريف، وقلنا كابتن هي خارج، في ايده خارج، لو رجع خارج، خارج في ايده الجزاء. ولكن هي لو داخل كان يبقى فيها كلام تاني. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، نشوف. طيب انا رايح، تمام. بص، لو انا رجليا، لعبه مهمه جدا يا كابتن علي من فضلك، لو انا كمدافع رجليا بعمل تاكلينج ورجليا ما عملتش حركه اضافيه، يعني ايه حركه اضافيه؟ صحيح. يعني عملت التاكلينج وخلاص، ولكن عملت تاكلينج ورحت مرافع رجليا تاني، ده كده يعني ده انا اصلا يعني عندي النيه فيها تعمد ان انا هنا نشوف هنا الراجل رايح في مساحه فاضيه، هتقول هجوم واعد، هقول لك هجوم واعد، هتقول في تهور، هقول في تهور هنا بطاقه مفقوده لم تشهر في المباراه من حكم بره. قلنا المعايير يا جماعه من فضلك دي مهمه جدا، بتفرق كتير. اخطاء يمكن خارج، ولكن اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه. نمر ونروح نشوف هنا، شوف هنا عدى والرجل. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه برضك، بنقول الحكم المتميز دايما احمد حسام طه. شوف اللعبه ديت، بص كابتن، بجزء من القدم، بجزء هو سمح باستمرار اللعب طبقا للبروتوكول، وبعد الهجمه ما انتهت رفع التسلل. وانا بشيد احمد النهارده عمل مباراه رائعه في هذه المباراه. طبعا هنا كان حتى لو كان جات جون كان التسلل كان يسبق الهدف. نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا جدا. ستوب 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 ستوب، هرجع تاني. رائع يا عبد العزيز السيد، رائع رائع رائع. ستوب، هو هنا عمل الاستمرار اللي تحت الفرصه. مظبوط، هنا بنقول اللي تحت الفرصه ليها مقاييس، ليها مقاييس هي ايه؟ انك انت بتعطي الافضليه للفريق اللي تم ارتكاب ضده المخالفه، صح، اللي هو النادي الاهلي. طب وبعدين ارجع لحد كده؟ لا، ارجع تدي بعدها، ارجع اديله كارت اصفر. برافو كابتن، لازم طبعا، ده اللي احنا بنتكلم. انت عملت القرار، نص القرار، ولكن نشوف حاجة جميلة جدا جدا، أنت النهاردة اديت إتاحة الفرصة بشكل جميل ورائع. نرجع تاني، ولكن كان يجب، بص الدخول، ستوب، هنا الدخول بتهور، الدخول هنا بتهور، دي بطاقة تانية أيضا من البطاقات المفقودة النهاردة لحكم المباراة. إحنا قلنا التحكيم مش بس إن أنا بصفر على المخالفات، أنت عملت قرار جميل جدا بإعطاء الأفضلية للفريق، ولكن بترجع تاني كابتن شريف بتدي البطاقة، ودي حاجة من الحاجات المهمة من فضلك لابد إنك أنت تاخد بالك منها. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. تمام 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 تمام. يعني يمكن ديت اخر الحالات، ولكن بنقول النهارده يا عبد العزيز انت مريت كويس، ولكن لابد انك انت تذاكر، تشتغل على نفسك كويس، مش ليك انت بس، لكل حكام مصر. من فضلكم يا جماعه النهارده لجنه الحكام بتوفر كل الوسائل لكل حكم، معاك الماتيريال، معاك الشغل بتاعك، بتشتغل على نفسك، بتقعد قدام اللاب تذاكر، تذاكر دي هل فيها انذار هل مش فيها انذار النهارده بتفرق كتير. قلنا العقوبات الانضباطيه النهارده كانت هي سمه المباراه، كان لابد النهارده من التحكيم النهارده يكون حازم في اشهار البطاقات اللي هي كانت اعتقد اكتر من بطاقه مباراه. نتمنى في اللي جاي، لان جاي صعب النهارده، اللي جاي مش مستحمل، سواء للانديه كلها اللي بتنافس او الانديه اللي بتلعب على الهبوط، لابد ان يكون التحكيم النهارده زي ما بنقول للعيبه ركزوا، نقول التحكيم النهارده من فضلك ركز، لان الاخطاء النهارده مش بس داخل الصندوق، لا، الاخطاء داخل وخارج. بس الاخطاء دي يا كابتن برضو اثرت على سير المباراه. انا قلت في البدايه كان ممكن بالظبط، قلت في البدايه النهارده، احنا النهارده، هو انا النهارده بستفيد امتى يا كابتن؟ ده السؤال. انا كالنادي الاهلي او اي نادي،
بستفيد من خطا المنافس. مظبوط. النهارده عندي لاعب عمل خطا بانذار، بعديها بروف ساعه عمل خطا بانذار، انا بستفيد. هو ده القانون. مظبوط. هو ده القانون. انا النهارده كحكم ماليش علاقه بالكلام ده، انا بشتغل بالمعايير بتاعتي. من فضلك للحكام اشتغل بالمعايير عشان خاطر يبقى القرار. وده اللي حصل النهارده كابتن مع محمد فتحي ومع فادي فريد. يعني هم لو كانوا خدوا انذار فانذار كان هيحصل ان هم هيطردوا بره، كان مجريات المباراه هتتغير. بالظبط. انا قلت ايه، قلنا ان التحكيم مش بس احتساب مخالفات يا كابتن ايمن، التحكيم النهارده احتساب مخالفات والعقوبات الانضباطيه. اللي انا بقول انت مش بتمن على حد، ده شغلك كحكم. ومش بنقول بمزاجك تدي انذار او لا، بنقول طبقا للمعايير اللي القانون اداها لك، اداك المفتاح. ما عندكش مشكله دي تاخد تفسيرتها يا كابتن علاء، كابتن ايمن دي انذار ودي مش انذار، بتذاكرها تبقى عارفها، في تيجي في المباراه بتطبق بيبقى التطبيق صحيح. بس عايز اسال حضرتك في حاجه يا كابتن، احنا بنشوفها خلي بالك بتتكرر في اكتر مباراه اختلاف المعايير، وبنشوفها بتتغير من حكم لحكم. مين المسؤول عن الكلام ده؟ هل الحكام دي ما بيتعملهاش دورات تثقيفيه؟ ما فيش تعليق على الاخطاء اللي هم بيعملوها في المباريات؟ لان بنلاقي منهم كمان اخطاء متكرره. سؤال مهم جدا يا كابتن ايمن، بتتكلم في سؤال مهم. انا زي ما قلت لحضرتك النهارده لجنه الحكام بتدي الحكم، هقول لك انا في اتحاد دولي بيبعت الاخر فيديو اللي هي بتبقى فيه ايه، في مثلا 20 فيديو للاخطاء اسوء السلوك، 20 فيديو للمسه اليد، 20 فيديو لاتاحه الفرصه. كويس. يقول لك خد يا حكم من فضلك هذه الحالات وكمان بالقرارات بتاعتها. يعني ايه يا كابتن ايمن؟ كل قرار ليه اللي كان في فاول او كان في انذار. كويس. انت بتذاكر، احنا قلنا لابد انك انت كحكم النهارده التحكيم بقى علم، التحكيم بقى ثقافه. صح. بقى شغل، بقى تطور من ادائك، عشان انا افرق من حكم لحكم هو الحكم اللي بيطور من ادائه وشغل على نفسه، عشان تيجي النهارده مش عندك اخطاء كتيره، تبقى عندك. صح. اخطاء قليله. بقول الكلام ده كل الحكام مش عبد العزيز السيد، من فضلكم الفتره الجايه فتره صعبه للكل للانديه وللاعبين ولجنه الحكام، لابد انك انت تشتغل على نفسك، اشتغل كويس قوي قوي قوي، لان الانذار هنا بيفرق مع اي فريق بيلعب. المفروض في حاجه تانية يا كابتن حضرتك، ممكن قلتها كذا مره في كذا استوديو، ان الحكم زي اللعيب وبيكتسب خبرات من التعامل في المواقف المختلفه في المباريات اللي هو بيحكمها، انما احنا بنشوف صراحه مفيش خبرات لبعض الحكام. البعض. بالظبط. البعض، انت قلت البعض، ولكن انا بشيد ببعض الحكام عندنا برضك. مظبوط. عندنا بعض الحكام كانت بيذاكروا كويس قوي، يعني مش هقول اسماء، ولكن في حكام هتلاقي المباراه بتاعتهم اخطائهم قليله جدا جدا، ما بتلاقيش مشاكل عندهم. ولكن بنقول الكلام ده مش بس للحكم المباراه النهارده، لكل المباراه النهارده، مش بروح ماتشي بحكم واروح. صح. لا، كل شيء يا كابتن لابد ان يكون في اجتهاد، في شغل، في عرق، تشتغل على نفسك كويس قوي قوي. زي النهارده الحكم سعد، يعني احمد حسام كان متميز. تاني بنقول التوفيق التحكيم المصري ولجنه الحكام المصريه، الحكام اللجنه مش هتعمل كل حاجه، ولا المعد البدني هيعمل كل حاجه، ولا معد الفني هيعمل كل حاجه، انت برضك عليك دور. صحيح. اشتغل يا اخي وذاكر. صحيح. بالتمرينات للتحكيم المصري في الفتره القادمه يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس، شرفتنا يا كابتن. اشكرك كابتن، شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي في الأسبوع 25 لمباريات الدوري العام المصري لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. كل التوفيق للنادي الأهلي في المباريات القادمة إن شاء الله. حابب في النهاية أشكر نجوم الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم. شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا كابتن أيمن، وبالتوفيق إن شاء الله المباراة اللي جاية بإذن الله رب العالمين. كابتن علاء ميهوب، ألف شكر يا كابتن، نورتنا. شكرا أيمن، وهارضلك التعادل النهاردة، وبتحصل في كرة القدم إن شاء الله. تعاون إن شاء الله، قدم أفضل إن شاء الله. كابتن أسامة عربي، ألف شكر يا كابتن، شكراً وشرفتك. شكراً وهارد لك، واللعيبة بذل الجهد كبير الماتشات اللي فاتت والبطولة العاشرة طبعاً، هارد لك ليهم، وإن شاء الله التعويض في المباريات الجاية بإذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن، شرفتنا يا كابتن، نورتنا. شكراً كابتن أيمن، وإحنا بنثق في لعبتنا إن شاء الله الدوري بتاعنا بإذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.